أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بيكم للتعليم الفني الصناعي الصف الثاني في مادة الفيزياء. إحنا قبل كده أخذنا معلومات، شوية معلومات عن منهج سنة تانية. خدنا قبل كده حلقة عن حاجة اسمها الموائع، وقلنا يعني إيه مائع. هي عبارة عن بعض المواد التي لها قدرة على الانسياب، زي السوائل، زي الهواء. وخدنا بعد كده خواص أو خصائص الموائع زي الكثافة، وقلنا ان الكثافة هي عبارة عن كتلة وحدة الحجم، ومنها قدرنا نحدد الصيغة الرياضية ليها ووحدة قياس الكثافة. وبعد كده عرفنا ان في حاجة اسمها كثافة نسبية، والكثافة النسبية هي نسبة فليس لها وحدة قياس. خدنا خاصية تاني تسمى الضغط، وقلنا هو مرتبط بالحياة الواقعية بتاعتنا، وقلنا ان الضغط هو عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات، وقدرنا برضو نحدد منه الصيغة الرياضية ووحدة القياس. بعد كده درسنا ازاي ممكن اقدر ايجاد قيمة الضغط في باطن سائل، وقدرنا نعمل تجربة واستنتجنا في الاخر ان البي اللي هو الضغط في باطن سائل بيساوي بي اي زائد اتش رو جي. بي اي اللي هي الضغط الاتموسفير اللي هو الضغط الجوي، اتش هو الارتفاع، رو اللي هي الكثافة، وفي هي الحجم. وقلنا ان الاتش رو جي ان هو ده عبارة عن ضغط السائل، ده كده على بعضها كلها اسمها ضغط السائل. وبعد كده عرفنا ان في حاجة اسمها اتزان سوائل اللي هي الغير متجانسة زي الزيت والماء، وعملنا تجربة واكتشفنا في الاخر ان احنا نقدر نعين الكثافة النسبية لمادة الزيت، وقدرنا نقول ان هي رو 1 على رو 2 بتساوي اتش 2 على اتش 1. وبعد كده خدنا بعض الأجهزة المهمة لقياس الضغط. عندي زي جهاز البارومتر الزئبقي، ويطلق عليه بارومتر تورشيلي، وده عبارة عن جهاز لقياس الضغط الجوي. وخدنا بعض من وحدات الضغط الجوي زي نيوتن لكلمات التربيع والباسكال والتور والسنتيمتر زئبق والمليمتر زئبق والبار. وبعد كده درسنا ضغط الغازات، وخدنا الجهاز بتاعه اسمه المانومتر، وطبعا عرفنا تركيبه ورسمته، وعرفنا ان هو بيستخدم لقياس ضغط الغاز او فرق الضغط. خدنا خاصية تاني الحلقة اللي فاتت، قلنا عن قاعدة باسكال، وقلنا باسكال اللي هو بستخدمه في زيادة الضغط على حيز من سائل، والسائل ده موجود في إناء محدد زي فرامل السيارة، وكان تطبيق مباشر ليها اللي هو المكبس الهيدروليكي. وشفنا المكبس بيتكون من مساحة مكبس صغير مساحته A small، ومكبس كبير مساحته A capital، ويؤثر عليه قوة F small المكبس الصغير، ويؤثر على المكبس الكبير F capital. وقدرنا نجيب حاجة اسمها الفائدة النسبية للمكبس الهيدروليكي. وبعد كده عرفنا ان هي تطبيق في حياتنا، ممكن زي قلنا كرسي طبيب الأسنان، ممكن رفع السيارة اللي هو الكوريك، ممكن ان انا استخدمها في محطات البنزين. هناخد حاجة جديدة النهاردة اسمها قاعدة أرشميدس أو أرخميدس اللي هي بتاعت الطف. طبعا احنا بنلاحظ ان في بعض الأحيان لو انا جبت سائل وحطيت فيه أجسام مختلفة، ببص الاقي في بعض الأحيان في أجسام بتطفو على سطح الماء، وفي أجسام أخرى تغوص في الماء، تبقى تحت في قاع الماء. جه أرشميدس أو العالم أرشميدس قال طب ليه في بعض المواد بتطفو وبعض المواد بتغوص في الماء؟ قال لي أول حاجة عندي لو أنا جبت كوب من الماء، إناء به ماء، وجبت قطعة من الفلين، تطفو قطعة من الفلين على سطح الماء ليه؟ تطفو، كلمة تطفو يعني على وش الماء، يعني ليها سطح ملامس للمية اهو، والسطح التاني فوق. طيب ليه تطفو سطح المية؟ ليه قطعة الفلين؟ ممكن قطعة خشب، ممكن قطعة من التلج. قال لي لان في حاجة عندي اسمها، ما دام انا حطيت جسم في سائل فيه بتتكون قوة، هذه القوة تسمى قوة دفع السائل. قوة دفع السائل. طب الجسم اللي انا حطيته ده جسم صلب، ليه ايه؟ ليه وزن. اي جسم صلب بيبقى ليه وزن. اذا كان الجسم خفيف زي قطعة الفلين او قطعة الخشب فتطفو على سطح الماء، لان المية قدرت تشيلها بفعل القوة اللي هو اتعرف عليها اسمها قوة دفع السائل. لكن في اجسام صلبة زي المسمار، نشوف كده المسمار هنعمل فيه ايه. ادي السائل برضو عندي، وادي جبت مسمار وهحطه في الكوب اللي فيه ماء،
المسمار عندي نازل اهو في القاع تحت. معنى كده ايه اللي بيحصل؟ يبقى في بعض الاجسام تغوص في الماء. يعني ايه تغوص؟ يعني في قاع الماء. معنى كده ان انا عندي انواع من الاجسام، اجسام تطفو واجسام تغوص. تفسير النظريه دي اللي فسرها العالم ارشميدس. طيب قال برضو ان انا عندي ممكن ان انا اقول ان انا امكانيه رفع جسم بسهوله عندما يكون مغمورا تحت سطح ماء، بينما يكون من الصعب رفعه في الهواء. يعني ايه؟ سهل جدا ان انا اشيل جسم والجسم ده موجود مغمور، يعني موجود في الميه، لكن من الصعب نفس الجسم بكتلته او وزنه ان انا اشيله في الهواء. مين الاسهل؟ طبعا الناس يقول لك لا الهواء اسهل من الميه. لا، هي الميه فيها اتفقنا حاجه اسمها قوه دفع السائل، زي ما هنشوفها القوه دي بتساعد الجسم ان هو يترفع. فمن السهوله جدا ان انا اقدر ارفع الجسم اللي موجود في السائل الماء. الخاصيه الثانيه قال لي اللي هي ممكن طفو قطعة من الفلين عند غمرها في الماء، اللي احنا عملناها عملية دلوقتي ان انا تطفو قطعة الفلين. ممكن نشوف فيديو ليها. ادي قطعة الفلين او كرة من المطاط او الفل بتاعهم على سطح الماء، طبعا لان هي خفيفة جدا الكثافة بتاعتها قليلة. ممكن عندي قطعة خشبية احطها في كوب ماء، ممكن قطعة من البلاستيك الخفيف، ممكن قطعة من التلج. لو جينا عملنا أي عصير أبص ألاقي مكعبات التلج تطفو على سطح الماء. إيه اللي حصل عشان أرشميدس أو أرخميدس اللي هو بالمعنى اسمه الأساسي أرخميدس يكتشف ويصمم ويكتشف ويعمل القانون الحلو بتاعنا بتاع الطفو ده؟ زمان خالص كان في ملك جاب صانع عنده واداله سبيكة من الذهب، وقال له انا عايز السبيكه دي تعملها لي تاج جميل جدا عشان البسه ويبقى ذهب خالص ويبقى شكله جميل. فخد الصانع بتاعه وراح السبيكه خدها وسيحها وعمل الايه التاج. لما جه الملك شاف التاج حس ان التاج اقل وزنه اقل من قطعه الذهب او السبيكه الذهب اللي هو اداها له. فقعد يفكر، فكان ساعتها ارشميدس طبعا عالم معروف جدا جدا في الرياضيات، فجه راح قال له خد التاج دوت وايه ويعرف لي اذا كان فعلا التاج دوت من الذهب الخالص ولا مخلوط بحاجه تانية. ارشميدس قعد يفكر، طبعا كان بالنسبه له صعب. فجه للملك قال له طيب انا لازم اسيحه، قال له لا ما تجيش جنب التاج، انا عايز التاج زي ما هو وما تفسدهوش، ولكن اعرف لي هو فعلا من الذهب الخالص ولا مخلوط. قعد يفكر ارشميدس طبعا ما عرفش يعمل ايه. بعد فتره دخل في حمام الغطس وهو في الماء، فهو يعني بينزل جزء من جسمه، لقى الماء بيتدفق وينزاح من جناب الحمام. فايه هو ليه 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 ايه اللي حصل؟ فرفع اترفع شويه لقى ان ايه الميه ما بتنزلش ما بتنسكبش. لما نزل قوي بوزنه جوه الميه لقى الماء بينسكب ايه بكميه كبيره. فجات له فكره، طبعا كلنا عارفين المقوله الشهيره بتاعته وجدتها وجدتها، وابتدى يطلع وابتدى يقول للناس انا فعلا هعرف اذا كان التاج من الذهب الخالص او من الايه مخلوط ببعض المواد التانية. فجاب اناء والاناء دوت له فتحه جانبيه وملا الاناء ملاه سائل، وجاب نفس الاناء مرتين وجاب قد السبيكه اللي اداها له الملك وجاب التاج، فلقى ان الماء بينزاح اكتر في التاج. معنى كده ان التاج دوت مخلوط، وكان فعلا الصانع خلطه بمادة الفضة. نشوف مع بعضينا الفيديو التاني اللي هو بتاع ارشميدس. ادي ارشميدس الملك اداله التاج وهيبتدي يقعد يفكر زي ما اتفقنا. طبعا هو مش عارف يعمل يتصرف فيه ايه، يعني مش قادر يحدد اذا كان وزنه فعلا ذهب خالص او مخلوط من مواد اخرى او معادن اخرى. هيبتدي ينزل زي ما قلنا في المغطس بتاعه. جزء منه طبعا هينزل في الميه بشوش خالص كده. لما نزل جزء من جسمه هيبتدي جزء من الماء بينسكب. ده اسمه حجم الماء المنسكب دوت، اقدر اجيب وزن حجم السائل المزاح او المنسكب. هو يبتدي يلاحظ طبعا ان في ماء بينسكب. طب بيعمل ايه؟ بصوا الماء بينسكب اهو،
هيبتدي يرتفع إلى أعلى، لما نزل أكتر المية انسكبت أكتر، يعني لما وزنه كله نزل في المية ابتدى ينسكب الماء أكتر، لو اترفع فوق شوية الماء ما بينسكبش. فطبعا من هنا جات له الفكرة بتاعة الايه صنع الايه التاج. طيب لما جه خد التاج كده وقعد يبص له، فهيبتدي يفكر برضه يحطه برضه زي جسمه في الماء. لما حطه في الماء لقى ان هو يغوص الى اسفل، معنى كده ان هو في علاقة بين الوزن حجم الماء المزاح اللي هو المنسكب وبين وزن الجسم الصلب اللي هو التاج اللي عنده. طبعا بيخرج للناس بيقول اللي هي العبارة الشهيرة بتاعته، وجدتها وجدتها. وبعد كده بيجي يجيب كتلة الذهب أو السبيكة ويحط الايه التاج قصادها، لقوا الاتنين وزن واحد، ولكن لما عمل التجربة بتاعتها لقى ان الايه السبيكة ما بتقدرش تنزل كمية مية السائل المزاح كتيرة، ولكن في التاج بينزح كمية كبيرة من الماء. فوصل في التجربة دي ان هو ان فعلا ان التاج مخلوط مش من الذهب الصافي، لان يعني قطعة الذهب ما سكبتش مية زيادة، يعني هو فعلا وزنها هو فعلا قد وزن حجم السائل المزاح، وبالتالي قدر يعرف ان الصانع كان غشها وغشها بمادة الفضة. من التجربة دي ابتدى بقى يدرس حاجات تانية، ابتدى يدرس ليه بيطفو جسم خفيف، ليه ممكن يغوص جسم تقيل زي المسمار او اي قطعة معدنية بلية، ممكن ليه الجسم اللي بيطفو على سطح الماء بيبقى معلق في الماء اللي هو زي السفينة زي المراكب، ابتدى جسم المركب بيبقى نصه تحت الماء والنص الاخر فوق الماء، وده بيبقى في حالة اتزان او استقرار زي ما نشوف مع بعض. نشوف كده تجربة عشان اثبت بيها قاعدة ارشميدس. هو جاب اسطوانة معدنية صغيرة، وجوا محطوطة في اسطوانة من سائل الماء، حجم هذه الاسطوانة V، احنا خدنا قبل كده الحجم، ارتفاع السائل بيبقى H، ومساحة المقطع بتاعتها A. فافترض التجربة بتاعتنا، نتصور وجود الاسطوانة، وهذه الاسطوانة من سائل حجمها الفوليوم بتاعي خدناه الحصة اللي قبل اللي فاتت V، ومساحة مقطعها A وارتفاعها H. طيب هيعمل ايه بقى؟ هيبتدي يأثر بقوة من جميع الاتجاهات على الاسطوانة. الاسطوانة لاحظ ان هي في حالة استقرار، يعني استقرار ثابتة، ولا هي بتطفو على سطح الماء ولا هي بتنزل في قاع الاسطوانة الكبيرة، يعني معنى كده في حالة اتزان. يعني ايه حالة اتزان؟ يعني هي ولا بتطلع تطفو ولا بتغوص، معنى كده بيأثر عليها قوة متساوية المقدار ولكن مضادة في الاتجاه. يعني ايه؟ يعني جه قال لي في نوعين من القوة بتنشأ عن الاسطوانة، قوة أفقية وقوة رأسية. الأفقية اللي هي في مستوى سطح أفقي اللي هو في مستوى الايه الترابيزة مثلا، القوة دي بتؤثر عليه من الاتجاهين، يعني في قوة جاية من اليمين للشمال وفي قوة عكسها من الشمال لليمين، ولكن هذه القوة متساوية المقدار ولكن مضادة في الاتجاه. يعني مثلا لو بتؤثر قوة 5 نيوتن من اليمين للشمال، يبقى تؤثر قوة عكسية من الشمال لليمين بسالب 5. لما أجي أجيب المحصلة 5 بالموجب و5 بالسالب بيطلع النتيجة 0، فبيتزن الجسم يفضل في مكانه. دي معنى إن القوة بتتلاشى بعضها البعض لأنها متساوية المقدار ولكن متضادة في الاتجاه. ولكن في قوة رأسية. ايه القوة الرأسية؟ انا لما احط الجسم او الاسطوانة جوه السائل بيحصل ايه؟ بيحصل اول حاجة في حاجة اسمها وزن الجسم، وزن الاسطوانة اللي خدناها قبل كده اللي هو W، طبعا الوزن الايه لاسفل، يبقى دي واحدة. نمرة 2، الجسم عشان غريب بيتكون في السائل قوتين، قوة من اعلى الى اسفل، القوة دي بتحاول على قد ما تقدر تنزل الاسطوانة الى اسفل، فبتضغط عليه من اعلى الى اسفل، وبالمقابل بتتكون قوة عكسية من أسفل إلى أعلى بتحاول ترفع الأسطوانة إلى أعلى. هنشوف مع بعضينا كده التجربة ونشوف إيه اللي هيحصل. طبعا هو الأسطوانة عندي جزء من السائل، والسائل في حالة اتزان، يعني الأسطوانة ولا بتطلع ولا بتنزل. زي ما أنا قلت إن القوة الأفقية تتلاشى مع بعضها البعض لأنها متساوية في المقدار ومضادة في الاتجاه، دي الأفقي. طب القوة الرأسية بقى، عشان اثبت ان قوة دفع السائل بيساوي وزن السائل المزاح، هنقول ايه؟ بتتأثر الاسطوانة بقوة رأسية
الى اسفل وهي وزن الجسم الويت بتاعي. طب احنا خدنا قبل كده الوزن بيساوي ايه؟ الوزن خدناه الحلقه اللي قبل اللي فاتت اللي هو الويت، كلمه وزن ويت، وقلنا ان الوزن بيساوي رو في جي، القانون بتاعه ويت اللي هو الوزن بيساوي رو اللي هي الكثافه، في اللي هو الحجم، وجي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه. طيب دي الاسطوانه اللي هي القوه اللي بتتاثر لاسفل اللي هي الوزن. طيب فين بقى السائل؟ تتكون او تنشا قوه راسيه الى اسفل ناتجه عن ضغط السائل من اعلى الى اسفل. قوه احنا خدنا القوه قبل كده رمزها ايه؟ اف، الفورس، خدناها في سنه اولى وخدناها تاني في الحلقه الاولى. طيب هي القوه عشان اجيبها منين؟ احنا خدنا الحصه الاولى لما قلنا الضغط، فاكرين الضغط هو القوه المؤثره عموديا على وحده المساحات، فقلنا ان بي بتساوي اف على ايه. انا بقى مش عايز الضغط، انا عايز القوه، فهعمل ايه؟ هعمل مقص، يبقى اقول اف بتساوي البي في الايه. يبقى هنا قوه الدفع اللي هو عايزها دي اللي هي ناتجه عن ضغط السائل من اعلى الى اسفل بتساوي اف. طب انا عندي نوعين من القوه، فهضطر اقول ايه؟ اف واحد بتساوي بي 1 ايه، بي اللي هو الضغط، اللي هو الضغط الاولاني في ايه اللي هي مساحه المقطع بتاعي بتاعت الاسطوانه. طب هي هو البي الضغط، احنا من شويه قلنا كلمه ضغط ثلاث حروف مع بعض اللي هي رو اتش جي، ثلاثه مع بعض يوم. هنا عشان في بي 1 اللي هو الضغط الاول فهبنعمل الارتفاع اتش 1. طب ليه ما عملناش الكثافه اللي هي الرو والجي الجرافيتي عجله الجاذبيه؟ لان احنا السائل ده واحد متجانس، يبقى رو ثابته والجي عندي عجله الجرافيتي بتاعتي ثابته زي ما خدنا قبل كده، لكن مين اللي بيختلف؟ الاتش، الارتفاع بتاع السائل، فعشان كده انا بحط ال1 تحت الاتش بس. يبقى انا عندي الاف الاولانيه بتساوي بي 1 في ايه، وبعوض عنها بالقانون اللي هو رو في جي في اتش 1 في ايه اللي هي المساحه اللي عندي. طيب اتفقنا ان في قوه تانية راسيه ولكن ايه؟ بتنتج عن ضغط السائل من اسفل الى اعلى عكس الاتجاه. طب هي برضو دي قوه، يعني لازم اسميها اف، بس هنا في اف 1 يبقى التانية لازم تبقى اف ايه؟ اف 2 بتساوي بي 2 في ايه؟ بي هو قلنا الضغط برضو ولكن عند النقطه التانيه او اللي هي الاف القوه التانيه، وايه هي مساحه الاسطوانه اللي عندي. طب اعوض عن الرو ايه؟ برو سوري ببي برو في جي في اتش 2 اللي هو الاتش الثاني في ايه برضو. يبقى انا عندي برضو ثابت الكثافه والجرافيتي بتاعتي والمساحه السطح، الاختلاف عندي اللي هو مين؟ اللي هو الاتش الارتفاع. طب انا عملت، جبت دلوقتي وزن الجسم الصلب وجبت القوه اللي من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى. لو الاسطوانه في حاله اتزان لازم ال W و F1 و F2 يحصل فيهم حاله تساوي، بس مين بيساوي مين؟ القوة اللي هي من أعلى إلى أسفل لازم تساوي القوة اللي من أسفل إلى أعلى. مين القوة اللي من أعلى إلى أسفل؟ عندي الويت اللي هو الوزن مع F1، يعني أقدر أقول إن F2 بتساوي W زائد F1 أو F1 زائد W. يبقى أنا بعمل القوة الرأسية من أسفل إلى أعلى لازم تساوي القوة الرأسية من أعلى إلى أسفل. نشوف كده العلاقة، محصلة القوة عندي F2 بتساوي F1 زائد W. طيب انا هعوض، قال لي لا انا عايز الاف في ناحية لوحدها عشان اجيب محصلة القوة بس، فهودي F1 في الاتجاه الاخر باشارة مخالفة زي ما خدنا في الرياضيات. يبقى F2 ناقص F1 بتساوي W، حيث عندي F2 ناقص F1 هي عبارة عن محصلة القوة اللي بيؤثر بها السائل على الجسم، ودي لازم هي بتساوي قوة دفع السائل للجسم اللي هي ايه؟ F2 ناقص F1. طيب W قلنا اللي هو ايه؟ وزن الجسم اللي هو ايه؟ من اعلى الى اسفل. يبقى انا عرفت F2 هي وF1 والW. طب انا ينفع اكتبهم كلهم في معادلة واحدة وعوض عنهم؟ طبعا ينفع، هعوض عن F2 بايه؟ رو في G في H2 في ايه ناقص رو في G H1 في ايه، دي اللي هي في واحد بتساوي الويت اللي هو الوزن اللي هو رو في V في G. طيب ينفع اعمل عامل مشترك في الناحيه اليسار؟ انا عندي الرو مشترك كثافه السائل والجرافيتي عندي اللي هي الجي متساويه ومساحه السطح الاسطوانه متساويه، يعني ينفع اخد رو وجي وايه عامل مشترك، هيتبقى ايه من عندي من المعادله؟ اتش 2 ناقص اتش 1، احطهم في براكت مع بعضهم
واساوي البي في 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 جي. نشوف كده المعادله اهو، رو في جي و ايه خدتهم عامل مشترك وطرحت الاتش 2 ناقص اتش 1 وساويتها بالايه بالنص الاخر من المعادله اللي هو الويت اللي عندي اللي هو وزن الايه الجسم عندي. انا طبعا مش هغير وزن الجسم لان هو ما فيهوش تغيير. طيب اتش 2 ناقص اتش 1 الارتفاع الكلي ناقص الارتفاع الصغير يطلع الاتش بتاع الاسطوانه اللي هو اتش فقط، يعني رو في جي في ايه في اتش بتساوي رو في 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 جي. طب يبقى انا كده ايه قربت اوصل للاثبات اللي انا عايزه. انا عايز ايه؟ عايز وزن الجسم بيساوي قوه دفع السائل، وزن الجسم اللي هو ثابت عندي من اول المعادلات اللي هو رو في 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 جي، والقوه اللي احنا عوضنا عنها ببي في ايه، ابتدينا خطوه خطوه لغايه ما وصلنا في النهائي عندي اللي هي رو في جي في ايه في اتش. طب انا كده قربت اوصل للفي. اه احنا خدنا الحجم قبل كده في اول حلقه قلنا ايه الحجم، هو عباره عن طول الضلع مثلا في نفسه في نفسه إيه لو هجيب ايه حجم مكعب. طب يعني معنى ممكن انا استغنى عن كلمه الفي اللي هو الحجم واقول إيه حجم الاسطوانه بيساوي مساحه مقطعها في الارتفاع يعني ايه في اتش. اه طبعا لان يعني ده الفوليوم بتاعي. يبقى معنى كده ان هقول ايه رو في جي في في بيساوي رو في 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 جي، هي نفس الحروف. اه بصوا كده الرو مشتركه اهي والجي اللي هي جرافتي عندي والفي موجوده عندي. طيب معنى كده يبقى انا اثبتت ايه؟ ده اثبات ان قوه دفع السائل بتساوي وزن الجسم. طيب ده انا وصلت كده في النهايه. طبعا انا عارفه ان هو الاثبات طويل شويه بس هو احنا ممكن ناخد تطبيق بسيط عليه إيه نقدر نحل بيه مساله تبقى سهله جدا جدا. انا كده بوصل فعلا ان انا الوزن اللي هو السائل الحجم السائل المنزاح بيساوي وزن الجسم اللي عندي. بتجربه بسيطه جدا انا ممكن اعملها في البيت، اجيب كوب بيها ماء واملاها على الاخر خالص واجيب اناء نظيف مثلا ممكن طبق واحط الكوبايه المليانه في الطبق واجيب اي جسم صلب مثلا ولتكن ليمونه واروح احطها بشويش جوه الكوبايه. ايه اللي هيحصل؟ على قد وزن الجسم الصلب اللي هو الليمونه هتنسكب مياه من الايه من الكوب في الطبق اللي عندي. طبعا لو عندي ميزان وزنت كميه الميه اللي انسكبت مع الوزن بتاع الجسم اللي هو الليمونه هلاقيها متساويه. هو ده اللي اثبته ارشميدس ان قوه دفع السائل بتساوي وزن الجسم المزاح. طيب نشوف تطبيق كده. بنقول ان القوه الضغطه الناتجه على السائل لازم تساوي وزن الجسم، وبالتالي في قوه الدفع بتساوي وزن الجسم، وده الاستنتاج اللي احنا وصلنا له. نشوف بنقول ايه بقى. لو انا استبدلت الاسطوانه دي بجسم مغمور باسطوانه تانية بس من جسم صلب اخر، اللي يحصل ان اف بي اللي هي قوه دفع السائل تظل كما هي، اللي هيتغير مين؟ وزن الجسم الويت بتاعي. طب يبقى معنى كده لازم لو حبيت اجيب محصله القوه في الحاله الاستثنائيه دي هقول اف بتساوي اف بي اللي هي قوه دفع السائل ناقص الوزن اللي عندي. يبقى ده امتى؟ لو انا جه مثلا يقول لي ايه ماذا يحدث في الامتحان عند استبدال اسطوانه اللي بتمثل الجسم المغمور باسطوانه من جسم صلب، انت هتقول ايه؟ هتقول ان اف بي هتظل كما هي اما الذي يتغير هو وزن الجسم، وممكن تذكر العلاقه اللي هي الاف الكليه بتساوي اف بي ناقص الوزن. طبعا هو درس ارشميدس مهم جدا ولانه ليه تطبيقات كثيره في حياتنا، فلازم ان احنا ايه نكون فاهمينه كويس. طب قاعدة أرشميدس بقى بتقول ايه؟ الجسم المغمور كليا او جزئيا في مائع يكون مدفوعا بقوة من اسفل الى اعلى، وهذه القوة تعادل وزن حجم المائع. يعني ايه؟ مش فاهم. جسم مغمور كله او جزء منه، مغمور يعني موجود في المية. احنا من شوية عملنا تجربة حطيت قطعة من الفلين كان جزء منها ملامس الماء وجزء في الهواء، يبقى ده مش مغمور كلي ده جزئي. المغمور كلي اللي هو كان المسمار او اي قطعه معدنيه هي هتغوص في قاع الماء، يبقى معنى كده ده كليا. ماله بقى؟ يكون مدفوعا بقوه من اسفل الى اعلى. ما هذه هي القوه اللي من تحت لفوق؟ احنا لسه قايلينها من شويه في الاستنتاج، هي قوه دفع السائل. هي تتحفظ كده يا اولاد، اسمها قوه دفع السائل. تختلف عن القوة بس، قال لي اه القوة فقط رمزها اف كابيتال خدناها بتاعت نيوتن في الصف الاول، اما قوة دفع السائل رمزها اف
تحتيها بي سمول، يبقى دي قوة السائل اللي بتنشأ امتى؟ لما بحط اي جسم صلب جوه السائل. طب قوة دفع السائل اللي هي من اسفل الى اعلى دي لازم تعادل. يعني ايه تعادل؟ يعني بتساوي وزن حجم المائع اللي هو السائل اللي انزاح، قد ايه الحجم ده انزاح منه قد ايه، اللي هي فكرة التجربة اللي انا قلت عليها اللي هي بتاعت كوب الماء الممتلئ على اخره والجسم الصلب اللي هحطه واستقبل الماء المنزاح في اناء اخر. يبقى العالم ارشميدس قال ان الجسم المغمور او الطافي الاتنين بيبقى فيه قوة دفع. طبعا بتختلف قوة الدفع اذا كان الجسم كبير او الجسم تقيل، وزي ما هنشوف بعض الحالات. عندما يطفو الجسم على السطح ايه اللي بيحصل؟ عندها يكون وزن الجسم اقل من قوة دفع السائل. قطعة الفلين من شوية او قطعة تلج او قطعة خشبية لما بتطفو على سطح المية ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اكيد في حاجة شايلها. مين اللي شايلها؟ هي قوة دفع السائل، القوة اللي في السائل هي دي اللي هي اف بي. طيب وزن الجسم، لو وزن الجسم خفيف ولا تقيل؟ لو هو خفيف هيقدر يطفو على سطح المية اللي هو مثال الفلين. يبقى امتى يطفو الجسم على السطح؟ لما يكون وزن الجسم اقل من قوة دفع السائل. لو قال لي معللا اجابتك بالمعادلة هنكتب ان اف بي اكبر من دبليو اس. اف بي مين هي؟ اللي هي قوة دفع السائل اللي اتفقنا عليها، ودبليو اس اللي هي وزن الجسم الصلب السوليد بتاعي، اس دي اختصارا للجسم الصلب. يبقى انا بيطفو الجسم امتى؟ لما يبقى وزنه اقل، او العكس قوة الدفع بتاعت السائل اكبر من الوزن. نشوف ملحوظة تانية. عندما يغوص الجسم في السائل ايه اللي بيحصل؟ بيغوص زي المسمار قطعة معدنية تحت في قاع الماء، ايه اللي بيحصل؟ يبقى وزنه كبير، الويت بتاعه كبير. طيب هي المية ما فيهاش القوة اللي اتفقنا عليها؟ لا، القوة موجودة، قوة دفع السائل دي موجودة على طول في السوائل، واي ما احط اي جسم صلب فيها خفيف او تقيل بتظهر. ولكن لو انا عندي وزن جسم تقيل قوي المية مش قادرة تشيله، ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيغوص في سطح تحت سطح الماء. فهنا هو بيقول ايه اللي يحصل لما بيغوص الجسم في السائل؟ يكون وزن الجسم اكبر من قوة دفع السائل. طب اذكر المعادلة، هقول ايه؟ دبليو اس اللي هي الويت بتاعي بتاع الجسم الصلب اكبر من الاف بي اللي هي قوة دفع السائل، يبقى عكس اللي فاتت. يبقى بيطفو يبقى خفيف، وزنه خفيف يبقى المية شايلاه، لكن بيغوص يعني تحت في قاع الماء يبقى معنى كده وزنه تقيل والمية مش قادرة تشيله، وده الاختلاف بين الاتنين يا ولاد. طيب عندي حالة تالتة اللي هي الاتزان. يعني ايه اتزان؟ يعني حالة استقرار. حالة الاستقرار دي موجودة في السفن ايا كانت، اذا كانت باخرة او سفينة او مركب، اي حاجة على وش الماء بتعوم في وش المية. طيب ما احنا في ناس يقول اليخت او السفينة الكبيرة اللي بيسافروا بيها بالشهور دي تقيلة. طبعا اكيد تقيلة، فيها اشخاص وفيها عدد وفيها اماكن للنوم وسراير وحديد. طيب ايه اللي بيحصل؟ هي بتصمم ان الجزء اللي تحت الماء لازم يبقى متعادل مع الجزء اللي فوق الماء، فعشان كده بتبقى في حالة ايه؟ استقرار. طبعا هي يعني في طبعا في نقط بتغير فيها مع، طبعا هي بتمشي في المياه، بيحصل عواصف، بيحصل هيجان في الامواج، بيحصل زي ما هنشوف مع بعض بعد شويه. ولكن احنا بنتكلم في حاله الاستقرار او الاتزان. ايه اللي بيحصل للسفينه؟ السفينه بتمشي في حاله اتزان، يعني معنى كده ان هي مستقره، يعني الجزء اللي فوق سطح الماء يساوي الجزء اللي تحت سطح الماء. الجزء اللي فوق ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيجي نتيجة لقوة دفع السائل من أسفل إلى أعلى. طب الجزء اللي تحت اللي هو وزن الويت بتاع المركبة بتاعتي، يعني معنى كده بيحدث الاتزان إمتى؟ لما يتساوى وزن الجسم مع قوة دفع السائل. طب نقول بالمعادلات كده، يعني الـ FB بتساوي الـ WS. الـ FB أقدر أعوض عنها بإيه؟ برو في V في G. الرو، الرو دي هي عبارة عن الرو هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كثافة. انا عندي كثافة السائل اللي هو الليكويد ال، يبقى النص الاولاني اللي هو الاف بي اللي هي قوة دفع السائل اللي هي رو في ليكويد في في اللي هو الحجم في جي اللي هي عجلة الجاذبية، بيساوي رو في اس
اس اللي هو السوليد بتاعي اللي هو الجسم الصلب اللي هو جسم السفينه، في الفي في الجي. يبقى انا كده قدرت اقول ان الجسم امتى بيبقى معلق في حاله اتزان، يعني الجزء اللي فوق بيساوي اللي تحت نتيجه ان وزن الجسم بيساوي قوه دفع السائل. نشوف فيديو مع بعض كده. ادي جسم خفيف جدا زي البالون، طبعا البالون بيطفو على سطح الميه. هو بيقول لو انا اثرت عليه بقوه فطبعا لو انا زقيته بايدي هينزل لتحت، لكن مجرد ما في قوه بتنشا من اسفل الى اعلى اللي هي الاب فورس، دي الابورد فورس اللي هي ايه اف اي بي، ولكن مجرد ما بوع ايدي القوه بتتلاشى فبتترفع الجسم لانه وزنه خفيف. طيب لما جاب مسمار رماه في السائل ايه اللي حصل؟ المسمار وقع تحت. ليه؟ هنا بيفسر بيقول رغم ان المسمار بيغوص في الماء لكن السفينه تقيله او المركبه، لكن المركبه عايمه. اصل المسمار قال ان هو ليه كثافه، طبعا هو كثافته تقيله يعني ده ماده حديد، فلما احطه في اي سائل بيغوص في اعماق السائل. اما السفينه فانها بتتاثر بقوه، وهذه القوه تنشا من مين؟ من السائل. هذه القوه اللي احنا قلنا اللي اسمها قوه دفع السائل اللي هي من اسفل الى اعلى، فبالتالي بيحصل اتزان للسفينة أو الباخرة اللي عندي. ناخد مثال تطبيق مباشر على إثبات قاعدة أرشميدس اللي هو قوة دفع السائل بتساوي وزن الجسم. بيقول إيه؟ قارب خشب حجمه 3 متر تكعيب يطفو فوق سطح الماء، فإذا كانت كثافة الماء 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب وكثافة الخشب 400 كيلو جرام لكل متر تكعيب، احسب حجم الجزء المنغمر من القارب. ايه المثال ده؟ انا قلت قانون في حاجه زي كده. احنا اثبتنا في قاعده ارشميدس فاكرين الرو في الفي في الجي بيساوي رو في 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 جي. إيه طب ما في طلبه تقول ايه؟ طب ما هي الرو هي نفس الرو والجي هي نفس الجي والفي هي نفس الفي، يبقى هي بتتلاشى. لا بس ده مثال لايه بقى؟ انا بطبق الكلام ده بين مادتين مختلفتين زي الخشب اللي مصنوع منه القارب وبين الماء اللي هيبقى موجود فيه القارب. يعني معنى كده ان الكثافه مختلفه، يعني في رو 1 ورو 2، وبالتالي في حجم الماء وفي حجم الخشب او القارب، يبقى في في 1 وفي 2. طب بالنسبه للجرافيتي جي بتاعتنا خدناها في الصف الاول اللي هي 9.8 من 10 متر كل ثانيه تربيع، دي اللي هي الثابت عندي. يعني معنى كده انا القانون بتاعي اللي هو اثبتناه اللي هو الرو في في جي بيساوي رو في في جي ممكن استعمله مع مادتين مختلفتين. هقول رو 1 في في 1 للميه بيساوي رو 2 في في 2 لماده الخشب، وبتلاشى وبشيل خالص الايه الجي. نشوف كده الحل مع بعض. اهو من الشمال عندنا في 1 في رو 1 دي للميه بيساوي في 2 لرو 2 للخشب. هو قال لي عايز ايه؟ عايز حجم الجزء المغمور في الميه، الجزء المغمور في الميه ده اللي هو في 1 في 1000 اللي هي كثافه الماء. قال لي علما بان كثافه الماء 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب بيساوي التلاته دي اللي هي ايه حجم القارب. قال لي حجم القارب 3 متر تكعيب، وحيث ان كثافه الخشب اللي هو القارب طبعا اللي هو 400 كيلو جرام لكل متر تكعيب. مسألة تطبيق مباشر جميلة جدا جدا، والواحد يقدر يحلها بسهولة وتاخد الدرجة النهائية. طب انا عندي مجهول واحد، عندي طرف فيه مجهول اللي هو في 1 والطرف الاخر عبارة عن ارقام. دايما الطرف اللي ما فيهوش مجهول يا اولاد بنخليه بسط، والطرف اللي فيه مجهول بنخليه مقام. يبقى انا عندي في 1 هتساوي المفروض في 3 في 400 على ال1000، هتطلع عندك على الآلة بواحد واتنين من عشرة متر تكعيب. طبعا ليه متر تكعيب؟ لان وحده قياس الحجم هو المتر الايه المكعب. يبقى انا كده قاعده ارشميدس عرفت ان هي ممكن استخدمها في حياتي في حاله الطفو او حاله الغوص بتاع الجسم، وعرفت ان انا ممكن اطبقها ببساطه جدا في مثال بسيط جدا جدا. طبعا احنا لسه ما خلصناش ارشميدس، احنا لسه عندنا حالات كتيره جدا من حالات الطفو. نشوف اول حاله كده بيقول ايه. اذا كان دبليو اس اقل من اف بي، يعني ايه بقى؟ مش فاهم انا. يعني معناها ان وزن الجسم اقل، او العكس قوه دفع الجسم عندي اللي هي قوه دفع السائل اكبر من وزن الجسم.
طب لما يكون الجسم خفيف او قليل ايه اللي بيحصل للجسم؟ هيرتفع الى اعلى. فقال لي فان الجسم يرتفع ويطفو. طب لما يطلع لفوق ايه اللي بيحصل؟ يا ترى قوة دفع السائل تقل ولا تزيد؟ نفكر كده. لو انا عندي جسم خفيف طافي على وش الماء ايه اللي بيحصل؟ على ان قلنا ايه، قوة دفع السائل اكبر فبترفع الجسم الخفيف. طيب كل ما بيرتفع الجسم الى اعلى يا ترى قوة الدفع دي بتزيد ولا بتقل؟ عندي ايه اللي بيحصل؟ قال لي قوة الدفع بتقل، لان الارتفاع عندي بايه؟ بيقل. نشوف كده. وبالتالي فبتقل قوة الدفع بتاعت السائل. ليه؟ سبب بتاعها بسبب ظهور جزء من الجسم خارج سطح السائل. يبقى ليه بتقل؟ لان في جزء من الجسم المهمور دوت ظهر بره، يعني في الهواء. فده بيعمل ايه بقى عنه؟ بنجد ان الجزء اللي تبقى من قوة الدفع بيساوي وزن الجسم، عشان كده الجسم بيطفو على سطح الماء. يبقى انا عندي لو انا الجسم طافي يعني معنى كده ان وزنه قليل، يعني الميه شايلاه، يعني قوة دفع السائل كبيرة. كل ما بيرتفع الى اعلى قوة السائل بتقل، قوة دفع السائل بتقل حتى تصل الى يتبقى منها جزء صغير، هذا الجزء يساوي وزن الجسم اللي انا حاطه. ده في حالة ان ايه، ان الجسم بيطفو على سطح الماء. نشوف تطبيق تاني لقاعدة ارشميدس في حالة الطفو بقى. عشان حالة التساوي اللي هو الجسم زي مثلا القطع الخشبية او زي المركب، احنا قلنا ان الاف بي بتساوي الدبليو اللي هو قوة الدفع بتساوي الوزن عندي. طيب لو انا حبيت بقى ادخل في خطوة يعني ايه اكبر شوية، اعوض عن الاف وعن الدبليو زي ما خدناها من شوية في الاثبات. هو الاف بتاعت السائل يعني معنى كده اقدر اعوض عنها برو كثافة السائل، يبقى رو ليكويد اللي هو رو ال، في في اللي هو الجزء المغمور من الجسم، في جي اللي هي جرافتي بتاعتي. احنا قلنا قبل كده من شويه قلنا احنا قلنا ان اف بي اللي هي رو في جي، بس هنا في حاله معينه لما يكون الجزء مغمور موجود في الميه وجزء لا، فبعمل ايه؟ بقول ان الاف بي بتساوي هعوض عنها برو ال في في جزء مغمور في جي جرافتي بتاعتي بيساوي. طب وزن الجسم اللي هو السوليد الصلب اللي هو رو اس في في الجسم كله في جي اللي هي برضو عجلة الجاذبية. طب انا عندي عجلة الجاذبية موجودة يمين وشمال، ممكن اتخلص منها؟ طبعا ينفع. هعمل ايه؟ هشطبها يتبقى عندي من المعادلة رو ال في، رو اللي هي كثافة السائل في الفي بتاعتي اللي هو حجم الجزء المغمور اللي موجود في الماء بيساوي رو اس اللي هو الجسم الصلب في في اللي هو حجم الجسم كله اللي هو فوق المية او تحت الماء. دي حالة من حالات الطفو، يعني في حالة بيبقى جزء منها مغطى بالماء او موجود في الماء وجزء في الهواء، بتبقى مختلفة عن الجسم اللي هو هينزل فيه سائل، مختلفة عن جسم لو انا علقته في بالون زي ما هنشوف، او مختلفة لو انا حطيت جسم بين سائلين مختلفين. طبعا اكيد الكثافة هتختلف والحجم هيختلف. نشوف تطبيق اخر كده. اذا علق جسم في قلب الميزان الحساس فان اللي بيحصل؟ انا عندي حاجتين، عندي قوة دفع وعندي وزن الجسم في المية ووزن الجسم في الهواء، يبقى عندي ثلاث حاجات. طب قوة الدفع دي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي الوزنين، اذا كان الوزن في المية والوزن في الهواء. طب مين يعني انا الميزان هعلق الجسم كده لفوق، فعندي الوزن بتاع الجسم في الهواء اكبر من وزنه في الماء. طب نشوف مع بعض كده بالمعادلة. إذا علق جسم في قلب الميزان الحساس فإن اف بي اللي هي قوة الدفع بتساوي وزن الجسم في الهواء الويت بتاعي ناقص وزن الجسم في المية هعوض عنه. طيب قبل ما اعوض بيقول لي يعني ايه، ممكن يجي يقول لي يعني ايه وزن الجسم اللي هو الويت في الماء؟ يسمى الوزن الظاهري اللي هو باين قصادي، اسمه الوزن الظاهري. طيب الاف بي احنا خدناها قبل كده اللي هي ايه؟ رو في 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 جي. طب ينفع اعوض عنها؟ دي السائل، فهقول رو ليكويد ال في في اللي هو الجسم كله الحجم الكلي في جي اللي هي عجلة الجاذبية بتساوي الام اللي هي عجلة الجاذبية الارضية في جي. جبناها منين ام في جي دي؟ احنا خدنا في الصف الاول حاجة اسمها الوزن، قلنا ايه هو الوزن؟ اللي هو عبارة عن قوة جذب
من الارض للجسم. طب ما هي القوه خدناها في قانون نيوتن التاني اللي هي ام في جي، وفي بعض الاحيان بتبقى ام في ايه. من ايه ومن جي؟ جي اللي هي عجله الجاذبيه، وايه اذا كنت هتتحرك في خط افقي على سطح الارض. دي عجله ودي عجله. فهنا انا شلت الوزن بتاعي، الويت بتاعي بتاع الميه، وحطيت ام في جي للميه، وشلت الوزن بتاع الهواء وحطيت ام في جي للهواء. نشوف مع بعض كده المعادله بتقول ايه. يبقى رو اللي كثافه السائل في 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 الجسم، حجم الجسم الكلي في جي عجله الجاذبيه، بتساوي ام اللي هي الكتله بتاعت الجسم في الهواء في جي بتاعت اللي هي عجله الجاذبيه اللي هي قلنا الوزن اللي في الهواء، ناقص ام اللي هي كتله الجسم في الميه في جي بتاعت اللي هي عجله الجاذبيه. طبعا احنا دايما بنلاقي عجله الجاذبيه مشتركه، لان هو القانون بيقول اللي هو الرو في الفي في الجي. فبعمل ايه؟ باخد الجي عامل مشترك فهشطبها من المعادله، يتبقى عندي رو ال في في الجسم كله حجم الكلي بيساوي الام عندي في الهواء اللي هو كتله الجسم في الهواء ناقص كتله الجسم اللي فين؟ اللي في الميه. يبقى انا كده قدرت ان انا ايه احسب واحدد لما يكون عندي جسم موجود فين؟ في ميزان حساس ومعلقاه في الهواء. طبعا دي بتبقى حاله من حالات الطفو. طبعا احنا في حياتنا ما بنعرفش غير الجسم اللي بيطفو على سطح الميه زي حته خشبه او الفلين، او الجسم اللي بيغوص في الماء اللي هو زي المسمار او اي قطعه معدنيه، والحاله الثالثه اللي هي حاله استقرار السفن. لكن هنا عندي حالات مختلفه بيوضح لنا ارشميدس. طيب احنا من شويه قلنا في دبليو، الدبليو دوت اللي هو كان الوزن الظاهري في الميه، لكن انا بعد ما عوضت عملت ايه؟ ام. فام في الميه هو عباره عن ايه؟ الكتله. ام يعني كتله ماس، خدناها في سنه اولى، هي الكتله الظاهريه اللي هي بتاعت الجسم الظاهري اللي ايه قصادي. وبكده قدرت احدد لو انا جه قال لك ايه اذكر المعادله، اذا علق الجسم في قلب ميزان حساس. ببتدي اول بان الوزن بيساوي، طبعا في فرق عندي وزن في الهواء ووزن في الميه، وببتدي اعوض بشويش خالص جدا، ابتدي اعوض عن الاف بالرو في الفي في جي، بس انا بيختلف الرو اللي هي كثافه السائل. الناحيه الثانيه بيبقى عندي كلمه ويت وزن اللي هي ام في جي. الجي طبعا قلنا هي عجله الجاذبيه، ولكن الام اللي هي في كتله الجسم في الماء وكتله الجسم في الهواء. وببتدي بمشي خطوه خطوه لغايه ما بوصل في النهائي الى العلاقه بتاعتي. طب نشوف حاله اخرى من المحالات اللي شرحها ارشميدس. اذا علق جسم في سائلين مختلفين، هو جاب سائل واحد وسائل اخر اتنين، طبعا باينين هم مختلفين، وجاب جسم، وهذا الجسم طبعا ليه حجم وليه وزن، واكيد ما دام اتحط في سائل ليه قوه دفع. بس هنا هتختلف في ايه؟ انا جبت الجسم الصلب حطيته في سائلين مختلفين، معنى كده ان كل سائل له، ايوه صح، قوه دفع سائل. يعني الجزء المغمور موجود في السائل الاول هيبقى ليه اف بي 1، والجزء المغمور في السائل الاخر ليه اف بي 2. بس كده لا، ليه حاجه تانية كمان، ايه هي؟ الحجم. حجم الجزء المغمور في السائل الاول هيبقى في 1، حجم الجزء المغمور في السائل الاخر ايه؟ في 2. طبعا وزن الجسم هو بيبقى ليه اسفل اللي هو الام في جي. طيب نشوف كده بتعويض بالمعادلات احنا بنقول ايه. يبقى لما يقول اذا علق جسم في سائلين مختلفين اذكر المعادله، هقول ايه؟ اف بي 1 زائد اف بي 2 بتساوي الوزن. ليه جماعه ما طرحتش؟ احنا اتفقنا ان هو الجسم الصلب موجود في سائلين مختلفين. احنا اتفقنا قبل كده ان قوه دفع سائل من اسفل الى اعلى. طب ما هو الجسم موجود في سائل، جزء منه في سائل وجزء منه في سائل اخر، يبقى عشان كده عندي قوتين، عشان كده انا بجمعها ما بطرحش. يبقى محصله القوه الدفع اللي هي اف بي 1 زائد اف بي 2 بتساوي الوزن بتاع الجسم. طبعا وزنه ما بيتغيرش، الويت بيبقى لاسفل. يبقى ايه؟ اف بي 1 زائد اف بي 2 بيساوي الويت. طب هي الاف بي هنعوض عنها بالايه؟ طبعا احنا قلنا قبل كده اللي هي الرو والفي والجي، بس هنا بيختلف لان في اف بي 1 و2، يبقى لازم اعوض بايه؟ بالليكويد الاولاني والليكويد الثاني. بصوا مع بعض كده يا اولاد، رو ال 1، رو اللي هي كثافه السائل،
ال 1 اللي هو بتاع قوه الدفع الاولى، في حجم الاولاني اللي هو في 1 في الجرافيتي بتاعتي اللي هي عجله الجاذبيه، زائد رو ال 2 اللي هو ايه كثافه السائل الاخر التاني في حجمه اللي هو في 2 في جي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه. الاثنين دول قلنا بيساوي الوزن، ووزن الجسم ككله بقى، فهنقول رو اس اللي هو الجسم السوليد كله في في اللي هو حجم الجسم الكلي في جي اللي هي جرافتي بتاعتي او عجله الجاذبيه. طيب هنا هو في اختلافات، في كثافه سائل اول وكثافه سائل تاني، في حجم اول وفي حجم تاني، والجي قلنا مشترك. طب ينفع اشيل الجي اشطبها من المعادلات كلها؟ قال لي اه طبعا. هيتبقى عندي ايه؟ رو ال 1 في 1 زائد رو ال 2 في 2 بيساوي رو اس في في الجسم كله، حجم الجسم ككل. بصوا كده يا ولاد، يبقى رو ال 1 في في 1 شلت الجرافتي بتاعتي، زائد رو ال 2 في 2 بيساوي رو اس في في الجسم كله. طب هي الفي الجسم كله ده عباره عن ايه؟ هي محصله جمع الفي 1 والفي 2 اللي هي الجسم مثلا لو كروي، النص اللي موجود في السائل الاول والنص اللي موجود في السائل الثاني، حجم الجسمين معا. يبقى حيث في الجسم الكلي بيساوي ايه؟ مجموع في 1 زائد في 2. ودي برضو تعتبر حاله مختلفه من حالات الطفو لارشميدس. جاب قال انا هعمل تجربه اخرى، جاب اناء فيه سائل وجاب جسم، والجسم ده ربطه بحبل الى اسفل. ما دامهم في حبل، في حاجه اسمها تي، قوه الشد، ان شاء الله ناخدها باذن الله في الترم الثاني. ايه قوه الشد ده؟ انا بشد الحبل بقوه، رمزها تي. يبقى معنى كده لما احط جسم في سائل مربوط بحبل هيأثر عليه ايه؟ وزنه وقوه الشد عشان الحبل موجود، وعندي مجرد ما اتحط في السائل بتتكون قوه دفع السائل اللي احنا عمالين نتكلم عليها من الصبح اللي هي اف بي. طيب مين بيساوي مين؟ اف بي لازم بتساوي ايه؟ التي اللي هي قوه الشد زائد دبليو. طب انا لو انا قطعت الخيط ايه اللي يحصل؟ يطفو الجسم ويصبح ايه؟ اف بي داش بتساوي دبليو. مين اف بي داش دي؟ يعني قوه الدفع الاخرى بتساوي الدبليو اللي هو وزن الجسم. ودي حاله من حالات ايه؟ الطفو لارشميدس. في حاله تانيه، اذا علق جسم اجوف، يعني اجوف يعني فاضي فارغ، ولكن بيبقى ليه سمك، في اناء به سائل، فانه يمكن ايجاد حجم الفراغ داخل الجسم. طب انا عايز اجيب الحجم، هو عندي ايه؟ الجسم بقى مش مربوط بحبل زي اللي فات، لا هو عايز يجيب الحجم بتاعه بتاع الفراغ، في حيز كده صغير عايز يجيبه. فقال لي طب انا عندي السائل اللي هو اف بي، وعندي الويت وزن الجسم، هقول ايه؟ اف بي بيساوي الدبليو اللي هي بتساويها. طيب نعوض عن اف بي برو ال في في الجسم كله في جي بيساوي رو اس في اس في جي. هنشطب الجي، يتبقى عندي المعادله الاساسيه رو ليكويد في في الجسم كله بيساوي رو اس بين قوسين في حجم الجسم الكلي ناقص في حجم الفراغ بتاعي. النهارده كنا مع بعض في قاعده ارشميدس، هي قاعده جميله جدا جدا ولسه ما انتهتش. انا مبسوطه جدا ان كنت معاكم، ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل مع بعض باذن الله قاعده ارشميدس واستخدامها في استقرار الاتزان بتاع السفن. الى اللقاء في حلقه قادمه، سلام.